السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، يا مرحبا ويا مسهلا. مقطعنا اليوم جدا بسيط، معلومات غريبة عن أعضاء بور، معلومات أنتم ما تعرفونها. يا جماعة في بعضكم ما يدري إن احنا مسافرين، نعم، فلذلك هذا سناب كود حقي يا جماعة عشان تشوفون تغطيتنا للرحلة كاملة، هذا أول شيء، والرابط في الوصف حق السناب. يا سلام يا سلام، تحسبوني خلصت؟ لو رب الكعبة ما خليكم، مسوي جيف اوي بالسناب البلاي ستيشن 5، ممتاز. وفي اي والله واحد والله كريم بلاي ستيشنين وكل يوم واحد يفوز معنا، ولا واحد يفوز معنا 300 ريال، انتو حظك. اثنين بيفوزون 300 ريال، ثلاثة بيفوزون 300 ريال. عشان الموضوع تعالوا تحصلوا الرابط تحت، وتعالوا سناب والحقوا على الشروط. شروط سهلة. السلام عليكم. هلا وغلا، كيف حالك؟ قبل ما نتكلم انا عندي شيء. وشو مقطعك متى بينزل؟ بكره بينزل. طيب هذا الودي حقي ان شاء الله راح ينزل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، خلها اليومين باذن الله. ادري لي اسبوعين اقول خلها يومين، بس بعد يومين باذن الله. الله والله انه حلو. وش تجاهل شهر يجي اشتا ترى. بسم الله، ايش عندك؟ الشيء الاول ابي شيء عن فيرفل ما يعرف الجمهور. والله كل شيء طلعته. كل شيء؟ والله كل شيء مطلعه والله. اصبر دقيقه، في شيء تعرفه انت؟ لا ما اعرف. في شيء تعرفه عني؟ لا. ما قد طلع الجمهور؟ لا ما ادري، فكر. وش الشيء اللي ما يحبه فيرفل؟ شيء انا ما احبه. شيء ما تحبه بالحياه. طيب. طبعا الناس. اكره اللي يكذب علي. إيه؟ هذا واحد. اللي يلف ويدور. ايه اللي يلف ويدور. اكره اللي ممكن يكرهني بشخص وانا ما سمعت من جهه ثانيه. الطرف الثاني، ممتاز. اوكي هذا اثنين، ثلاثة. اكره اللي يستغلني. هذا ثلاثة. يستغل طيبتك. الله عليك. عاد فيه يا جماعة قلبه قلبه. وأربعة أكره الأكل البحري، بس أحب الربيان والسمك بس. إيه ما قصرت، كله بحر. أنا طبعاً مستحيل أكل أكل بحري. طيب يقولون إن عندك سيارة من كم شهر ولا يدري عنها الجمهور؟ مو كم شهر، شهر ونص يمكن. إي يمكن شهر ونص. أخي ما أحب أطلع وأتكلم وذا، والله جد. جيب مرسيدس. ما شاء الله. إي والله. شنو ما شاء الله؟ ما معي أطلع معك 24 ساعة فيها تقول لي يا ما شاء الله. الله يعطيك خير يا حبيبي. يا ما شاء الله تفضل ويتكسر بالعافية. يا حبيبي. شكرا لك. لا ان شاء الله ان شاء الله ما تكسر. هذه جلطه يا اي واحد يوسخ يموت. لا توسخ. يا سلام. تفضل. اسئله بسيطه وكذا، اشياء بسيطه جدا، ما اطول ولا اتعبك معي. تفضل. الشيء الاول ابيك تقول الجمهور شيء هم يعرفون عنك ابدا. طيب الشيء الاول انه انا ما عمري طلبت لا درع ال 100,000 ولا المليون. اي والله. الى الحين؟ الى الان. اسالك بالله. اي والله ما في درع مكتوب عليه احمد شو. اي والله. ليش؟ اول شيء كسر. لا والله العظيم انا اللي علمك الكسر. هذا وين؟ مصعيد. يعني لازم تخش وتحط رابط ويجيك كود وما ادري ايش. والله العظيم اني عزام اسويها. يا ساتر. ايه؟ طيب هذه والله انا صدمتني انا اقسم ايه؟ بالله. ايه؟ طيب ابراهيم خوينا حلو سمول فيس ايه؟ كان مع عبد الله جميل حلو فجأة مع احمد شو. ابراهيم تعرف على عبد الله جميل عن طريق اليوتيوب. عفوا ابراهيم كان متابع عبد الله جميل. حلو. من متابعينه قال له ابى اعطيك فيفا بوينتس. ممتاز. مو مفترض ابراهيم يقول هذه. والله فاتح مالي. صار خويه قال ابى اعطيك فيفا بوينتس واعطاه فيفا بوينتس حاجه زي كذا حساب باكجات وصار خويه وصار يطلع معاه وطلع معاه في اكثر من مقطع. بعدين انا تعرفت على ابراهيم عن طريق عبد الله وصار خويي. عرفت؟ ايه كذا السالفه صارت. ايه هذه السالفه. ليش احمد شو ما يحلك شعر؟ اول شيء هي كانت عباطه يعني كنت عناد. هي كانت مستحيل. هي كانت في ثانيه من ثانوي ربيت شعري بعدين حلقوا لي اياه وقفت تقريبا اسبوع قال والله ما تستلم الكتب ولا شيء في ثاني ثانوي وحلقوا لي شعري. طيب جلست اسبوع ما اداوم بس اجي المدرسه اوقف وامشي. ثالث ثانوي ربيت شعري مره ثانيه في الاجازه نفس الكلام جلست اسبوعين واقف وحلقوه. اي وحلقوه. طلعت من الثانوي. اي طلعت من الثانوي حلو. شو اسمه تقريبا يوم طلعت من الثانوي دخلت الكليه حلق. طيب وحلقت. وحلقت تخرجت من الكليه خلاص صار عندي كامل الحريه ربيت شعري. ولي يومك هذا ما حلقت ابدا. ايوه ما عمري رحت حلاق يمكن بس اقصر. اي كم صار لك سنه؟ من 2015. الله. اي 2015 سبع سنوات تقريبا. تقريبا سبع سنوات والموضوع صار متعلق بهويتي يعني لو قصيت شعري ما في كذا. تخيل انت بدون كاب. حياك. شكرا. نورتنا. شكرا ابو شو. الله يعافيك. نروح اللي بعده. اللي بعده يلا. خلاص هون مجهز نفسيا. لا لا سنانك. الله صار تقطع. انا ابي شيء ما يعرف الجمهور عن احمد شونق. الله يقول لك الصدق. الصدق. اي والله ورب المصحف اني ابغى انام الحين. ايوه. لا والله، لا والله العظيم انا اكبر منك. بس اول شيء اول شيء لازم تقول وش اللي ما يدرون عنه؟ شيء مخبي عن الجمهور. شيء ما يدرون عنه الجمهور انه بعد الموسم ابغى اخذ اجازه 20 يوم. من معك في ال 20 يوم؟
رايق. بس بكون مجهز لكم بقاطع. أكيد أكيد أكيد. طيب أبو شاي خذ السؤال مني. في ناس كثير، والله مو كثير أنا ما أدري صراحة، بس في ناس يقولون إن شنق عصبي. بقلب السؤال كذا بطريقة بسيطة. أنا عصبي؟ لا أنا أشوفك لا أنت عصبي. في ناس يقولون هذا عصبي أحمد ويزعل بسرعة. لا لكن أنا عندي كاركتر تنافسي. ما ينفع أتنافس وأنا أتكلم بصوت واطي. يا الله لا تذبحني، لازم أكون أبو صالح. إيه دراكولا. فلازم أكون يعني شديد وشخصيتي أصلاً اللي أنا شخصيتي أنا في الألعاب ذا تنافسي. يب. أخذ واطي يلا فهمت. والناس يحسبونك عصبي. فهمية عصبية هي. أنا عصبي في حاجة واحدة فقط. إذا وقت الجد وقت الشغل أنت تبربس. هنا أنا أفصل عليك. ما تفصل علي أنا. طلع برا شيل الكاب وري مشنة الكاب. السلام عليكم. صدمتك صح؟ تعال مين انت كان اخوك بسالكم كذا سؤال. تعال السؤال الاول بسالكم اسئله بس والله العظيم ما تكذبون هل أيوة. والله ما كذب. ايوه تم قول الصدق. طيب هل ركان يزعل اذا ريان تقمص شخصيته برا؟ كيف يعني؟ والله احد سلام ريان قلت ركان هاي كنت تصدق والله العظيم اني قد قلت لهم وصرفت لهم انا بالشات قلت لهم ريان الان ماخذ وضعيتي انا. ايوه انا من قبل القديم حلو هذا 24 ساعه طالع وش يسوي؟ لا حرفياً حرفياً أي أحد يصور معه هلا وسهلا عرّك يا شباب ويصور من خلق الله ويكسخ عرض ما أخذ وضعيتي تماماً يعني عادي؟ هي لا عادي. طيب مش دعوة أنا بسألكم سؤال والله العظيم أحس كل الناس ودهم يسألون هالسؤال. إيه هل تغيرون من بعض بعض الأشياء؟ مثل عطنا مثلة عادي عطنا يعني مثلاً أبوك دلع ريان يلا ريان حبيبي. لا لا لازم تعرف شيء حبيبي. أبوي وأمي كيف ينادونا؟ ركان وريان مباشرة ريان وركان فهمت؟ ما استعرين بدون واحد فدائما يوزنون بين الاثنين بين الحين دائما اي هديه بوم طقم اسالك شنطه طقم عرفت احصل على شنطه وشنطه مجانا من يوم انك صغار اي كلنا كذا من يوم احنا صغار الى يومك ذا والله العظيم. اخر سؤال اخر سؤال تفضل. ليش ريان وركان ايه يخفون عمرهم؟ قلت تحط على ركان حقيقي الجواب عند ركان. طيب ليش؟ طيب السالفه بسيطه بكل بساطة. قلت الريان كنت أبث يوم من الأيام واحد سألني قال يسوي سبام كم عمرك صدق أمي عرفت قلت ورب المصحف من اليوم ورايح عمري ما يطلع وعشان حلفك ما طلع عشان حلفي يعني ذاك الشخص اللي شخصنت معه عرفت من سنتين إلى الآن ما حد يعرف فرق طعمه مع ذاك الشخص بما إنه ما علم أنا بعلمكم. الآن زومبي زومبي. السلام عليكم. السيف أطول من مودي. لا أنا طشت. هذا احبك لسخدوده مره. كيف حالك استاذ زياد؟ خير طيب ان شاء الله. انت عرفني انا ما يفوتني شيء هنا بالفله. ايوه اعرفه. ايوه ممتاز. ابي اسالك سؤال واحد ما يعرف الجمهور عنك. حلو. وانا برضو ما اعرف ابي اعرف منك الحين. ليش زياد اول ما بدا باليوتيوب ما يطلع وجهه؟ ليش بدون فيس كام؟ جاوب الان. ليه قال لا انت قال يلا سياد ليه. طيب يا جماعة الخير انا من بدايتي ما كنت احب شيء اسمه شهرة ما كنت ابي الشهرة ابدا كذا ابي اشتهر ابي اجيب فلوس بدون فلوس. تبي فلوس انت ما ادري يا اخي طالبنا ما نشوف وجهك الحلو زياد والله يا ريت ما ابي احد يعرفني ولا ذا ما احب احد يصور معي. اقنعوك العيال انك تطلع وجهك. ايه قنعني ابراهيم يطلع وجهي. الحمد لله الحمد لله انك اقتنعت. قبل اسبوعين من الان سويت حادث انت وجت كدمات لا اهلك ولا اخويانا ولا الجمهور يدري ليش. علمهم العيد لانك باسبوعين كنت امان ولا علمتنا ولا طلعت الجمهور هنا. طيب ليش؟ كنت مع واحد من الشباب ولعل صار في حادث قوي الحمد لله ويا ربي لك الحمد ان الحادث ما كان من جهتي كان من الجهه الثانيه فما جتني الا كدمات بسيطه واشياء بس يعني اشياء بسيطه. طيب اول شيء ما تشوف شر الحمد لله ما حد يدري. أيوه. ما علمت لا ما علمت لا اهلك ولا احنا ولا علمت. أيه ما ابي احد يخاف. انا جاني العلم يعني تعلمت انت ما شاء الله كل شيء يجي فالحمد لله سلامتك. هذا شيء ثاني لا تخبي عين ثاني مره عشان ما اعطيك كف زين ما ابي احد يخاف يا اخي. لا ما عليك لازم نعرف عشان نعالجك ولا شيء. خلينا نشوف رجلك. اي والله في صوت معين. طيب بسك سؤال ابو صالح والله اني صادق. ليش ابو صالح يقولون انا يوم شفتك طيب وكذا وحبوب
هادي وسمت قالوا اي واحد دكتور اطفال او صار دكتور اطفال قبل او فتره صار دكتور اطفال ترى كذا شخصيته. هل هذا صحيح؟ ياثر على الشخصيه. ليش؟ وش يعني منا كنا اطفال احنا اطفال تعال يعني انا مره احبك يا اخي والله انك قلبك طيب قلب. شوف ترى هو يعني كان دكتور اطفال وقلبه قلب طفل قسم بالله ما يشيل عليك يعني. الله حبيب تقول له ليش؟ يقول لك لا لا ترفع صوتك مستحيل كل كذا. يعطيك العافيه ابو صالح. طيب نروح المودي. مودي هل قد تضاربت بالمدرسه ولا لا؟ والله العظيم الله مضاربه صغيره. طيب ليش اعطني سبب ليش تضاربت يا اخي؟ قاعدين انا وش اصدقائي احبائي ايه؟ قاعدين كذا نشتم من الصف ذبينا على واحد كبير مره من صفوفنا عرفت ويعني هو ما يدري طبعا بيننا يجي واحد من اخوياه او كذا اخوياه بالصغير هو مو جاي كبير وكذا صفقنا وهو الحمد لله ما يدرى الكبير ذاك. السؤال الثاني هل رحت المدرسه ونسيت فسحتك؟ كثير مره بس اتذكر احد المواقف نسيت ورحت عند الاستاذ وعند المرشد بكلم ابوي يعطيني لازم يعطيك قال خلاص الحين تجي الفسحه انا بعطيك ايش اللي تبي. كفو والله وقتها حسيت ايش؟ كم اعطاك ولا كم اعطاك؟ اعطاني 10 ايش اللي تبي؟ اعطاك 10 ما تقدر بدون ما تاكل صح؟ لازم فسحه مستحيل اي عشان ما يبخل طيب تدني انا اغليك مره حبيبي والله فيا اخوان من ما يغليني اشتراك. اي أيوة والله اشترك عزيزي المشاهد والله العظيم تخف من ميتك والله ابيك تبتسم الحين عشان يشتركون يلا. لا ايش فيك مو ايش فيك؟ يا اخي يا هنروح الحين للزلموشي في بهاء انت ابراهيم ابي كل واحد يقول لي شيء ما يعرف الجمهور عنكم شيء مخبينه الجمهور لازم الان تقولونه غصب ولا قف عليكم بمطبخ تموتون من ريحه كشنه. طيب اوكي انا انسان اتوقع انت يعني اتوقع انك قد شفتني بهذا المود لما اكون اشتغل او مثلا يعني اصور فيديو يجي شخص يسوي في امها فله على مخي سواء انه يجي وانا سوالف يجي يقطع الكلام او مثلا اجي اقول يا شباب صوت 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 وانا سوالف فجاه اسمع هنا ممكن انا يعني شفتوا البهاء الهادي اي الحبيب ما في اقسم بالله انه ما في رب الكعبه صادق والله ينعم والله اني ادوخ مره. انا ما راح اعطيك التفاصيل كامله انا بنزل عنها حلقه لكن بعطيك زبده الموضوع. تعرف انه صارت لي مضاربه بعمر 10 سنوات دخلت فيها قسم الشرطه والله الاحداث نعم حلقوك صفر لا ها؟ لا واصلاً؟ مو دخلت رحت مستشفى وبعدها قسم الشرطة يا ساتر نعم وكان فيها طعن وطين وهذا اللي الجمهور ما يدري عنه الجمهور ما يدري عنه لكن بتزل عنه حلقة. طيب هل الجمهور يعرف كم عمرك؟ لا ما يعرفه. طيب أعطني كم عمرك؟ عمري 25 شطفان رايت الكل بالنسبة لحواك شفتوا بها كثيب الشعر اشقر الشعر قلت له كم عمرك؟ بالله كم عمرك؟ 23 يا ما عاد عمرك والله العظيم انك تمرنا بسنتين. طيب اول شيء نسال ابراهيم الجمهور ما يدري انك فتحت قناه وقفلتها بعدين فتحت قناه ثانيه فلذلك عطنا السبب ليش قفلت قناتك الاولى تفضل. انت مين قال لك اول شيء؟ جاني العلم اخلص. انا بديت قناه قبل تقريبا يمكن سنة ونص فتحت قناة في اليوتيوب شاهد انه كانت الجودة فيها سيئة وكانت يعني الامور كان مشي حالك يعني مرة كان الوضع سيء يعني جدا قفلت القناة تحطمت توقعت انه مالي في المجال هذا لين جاء ابو شو الله يسعده وعدت من جديد ابو شو يعني خرج الطاقة اللي فيني قال انت تنفع بالطريقة الفلانية تناسب معك الطريقة الفلانية ومشى الوضع معايا فهذا الشيء اللي فرق معايا حرفيا ففتحت القناه مره ثانيه والحمد لله يعني خلال شهر ونص وصلت 170 ما شاء الله تبارك الله عقبال مليون باذن الله الله انا فخور بهاء وش الكلمه اذا احد قال لك الكلمه هذه تضايق من الجمهور او من العيال؟ اسمع تبي الف عليك لا عارف لازم عارف لا 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 مستحيل احد يقول لك زلمه وتسال لا شوف انا في حاجه اول مره تراني اصارحك بالشيء هذا أيوة. والله العظيم مستهبل ايوه قول الناس اللي ينادوني زلموش عادي عرفت حلو عادي عوافي بس دود انا في لي اسم
اصلي انا اسمي خشب. ايوه لا تنسون اسمي الاصلي. لا يصير بدل سي 7 خشب بهاء يصير زلمه مؤشر. هنا مشكله، هنا الهويه في خطر، هنا هويتك قاعده تتكلم. شوف انا اعلمك من اللي يقول لك زلمه مؤشر، اللي يقول لك زلمه مؤشر هذا اللي يمون عليك. هذا اولا. الشيء الثاني يا جماعه الخير، كلمه زلمه يعني يا رجال. طيب سؤال، تبغى ترضى بواقعك؟ اسمع ايش يقول لك زلمه. وش تقول لي يا رايد؟ ابو صغير سمول شيلد. والله رهيب. فانت بهذه ولا هذه؟ قصة التمر. طيب زعلان من كلمة يا رجال يا زلمة زلمة وش؟ لا 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 مو زعلان يا ابوي، ولد طويل. شايب العايل يا ابو ريحة. ايه هذا الشيء كله انت اللي قلته في البداية. انا قلت للناس صوت سجين هنا. طيب اسمع 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 انا بلف عليك يا رايد. تفضل. موقف بيني وبينك زعلت مني مرة. أنا أعرف ولازم تقول له. قال أتمنى يا رب أن يجي أحد يشيل كابك. قربت وجهه له، قلت أدي علي عشان أحد يشيل كابي. أنا يا ربي لك الحمد، مرة الحين بنكمل 60 يوم ولا واحد غير محترم شال الكاب. صدق يحاولون البعض بس الأغلب محترمين. الحمد لله أنت بخير. بإذن الله بشيل كاب. أنا ما كنت فقلت يا رب يجي واحد يقشع الكاب. يا عيال قسم بالله شفت وجهه صار بارد. اسمع وجهه اختلف. فأنت طالب ايش برا؟ والله يا جماعة الخير بعدها رحت احب راسه. تكفى الرأي انه هذا يا اخي ما حد يزعله. هذا يا بعد الملائكة تستحي منه يا بعد قلبي وروحي. يعطيكم العافية يا جماعة، ما قصرتوا. شكرا لكم. الى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. والله يعطيكم العافية يا جماعة الخير. لا تنسون اللايك والاشتراك. الله يرضى عليكم. خلونا ندخل 800 ألف بأسرع وقت. شكرا.